بداية مشاهدينا نبدأ معكم بجولتنا الإخبارية، وأول خبر معنا بعنوان الفنون لا تحتاج إلى لغة، فهي تلامس حواس الإنسان في كل زمان ومكان. مهرجان رش بنسخة الثانية سواعد شبابية تقدم أعمال فن الجداريات بتوقيع نخبة من الفنانين المحليين والعالميين داخل المملكة، وبتنظيم من هيئة الفنون البصرية اللحظات كما عاشها أصحابها في هذا الفيديو. مرة أشترك بهيجي مهرجان يكون داخل بناء قديم وفيه جداريات خارج وداخل. ألهمني الفن بطبيعة الحال، وقدرت أنه أنا أكون من ضمن مجموعة النخبة من الفنانين. فكرة الجدارية هي تجسيد لنهضة الرياضة الحديثة، ولكنها بطريقة تحاكي لعبة ماينكرافت أو روبلوكس. عملي يتكلم عن الشفافية البناءة، وأنا فكرة الجدارية بتاعتي عن العدالة. الميورال تقريبا inspired by space اللي هو الموجود فيها الميورال ذاته، لأنه هو ما space outdoor ولا indoor، it's like a space in between. قاعد أتكلم عن الجرافيتي العربي ونظرتي للحروف العربية. Y para este mural en concreto hemos decidido hacer una representación de una familia de Arabia Saudí. To create a disruptive new muralism in worldwide. من ناحية الستريت ارت بالسعودية صار في تطور بشكل كبير، في تنوع صرنا نشوفه بكل مكان. شيء مثير للاهتمام فكرة كيف هذا الجيل بيعبر عن حاله من خلال الجدران. شنو هذا؟ رش.